مناسبة 8 مارس كنحيي كاع الأمهات المغربيات اللي كاينين، يعني كيبنيو المغرب وكيبنيو الشباب المغربي. وكنتمنى أنه في هاد 8 مارس وهاد الأعوام يعني الجاية تكون تبدل نظرة الشباب للمرأة، حيت كيشوفوها كجسد فقط، وديك الشيء يعني خصنا تبدل الرؤية للمرأة، يعني ما تبقاش رؤية جسدية وصافي، تكون يشوفوا فيها حتى هي كعنصر يعني فعال في المجتمع وصافي. هادشي اللي كنتمنى. انا يعني كنشجع ديك المرأة اللي عندها بزاف، حيت ما خصهاش تكون غير عندها غير واحد الحاجة في البلاد، يعني خصها تكون عندها بزاف ديال المناصب وتكون كتشتغل بزاف ديال الحوايج باش يعني اولا تنمي القدرات ديالها وثانيا تزيد بالبلاد القدام، حيت بلا امرأة ما غاديش يكون عندنا شي اقتصاد فعال، ما غاديش يكون عندنا مجتمع زوين وبزاف ديال الحوايج هكا. مغرب المستقبل صراحة باغا فيه بزاف ديال الحوايج. اولا التعليم، حيت التعليم هو اللبنة الأساسية اللي كتبنى عليه أي مجتمع. ثانيا هاد الدراري الصغار اللي كاينين هنايا يوعاو شوية بأنه عندهم 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 واحد الحقوق، مش عليهم واجبات، يعني يكون عندهم واحد الحب للوطن، وفي نفس الوقت ماشي حب عبودي، يعني يكون حب بناء، يعني يبغيو يبنيو الوطن بواحد يبنيو لنا وطن زوين، ماشي وطن كيتحتكروا فيه الأغنياء على الطبقة المتوسطة. بمناسبة عيد المرأة كنحيو المرأة تاهية، وتاهية عندها دور كبير في السياسة في المجتمع ديالنا، تاهية عندها دور كبير في جميع المجالات. المرأة كل شيء هي في الدار، تهز المسؤولية وتهز الدار مقابلة وليداتها، مقابلة وليداتها ومسؤولة على الدار ومسؤولة على العائلة، والله ينصر سيدنا وصافي. كنشكر قناة الدار على هذا الالتفات على عيد المرأة، ومناسبة 8 مارس كنحيي جميع الأمهات المغربيات في الأطلس، كنحييهم المرأة القروية والمرأة اللي كتكون في المدينة وجميع النساء المغربيات كنحييهم بمناسبة 8 مارس، وكنقول لهم مزيد من الصمود ومزيد من القوة، وكل عام وأنتم بخير. شكرا.